الصور دي ايه بقى؟ يعني احكي لنا عنها. دي صور انا وولادي، ودي صوره كانت في نويبع واحنا بنطلع غواص. دي اسوأ صوره في حياتي. ليه؟ دي كانت في ثلاثة المريوطيه، بنت ووالدها، بنت عندها 3 سنين، انا بكيت عليها شهر، اسمها ملك. بابا بيلف دوران المريوطيه، نزل بالعربيه يقول لك ان جيت طوفان حط ابنك تحت رجليك. لا، ده هو فضل يغرق وماسك بنته في ايده لحد ما السر الالهي طلع. هو نزل والبنت مشيت مع الميه. الاهالي نطوا جابوا البنت. لا، جابوا الوالد. جابوا الوالد. انا اشتغلت على البنت 3 ايام. يوم ما طلعتها ما اديتلهاش لايدي مخلوق ربع ساعه، واخد البنت في حضني ومش قادر اديها لحد. اشمعنى دي اللي اثرت فيك وحضرتك بتقول يعني هي ملك وهي ملك؟ سبحانك يا ربي. هي ملك وهي ملك. بعد الحلقه افرج حضرتك على صورها. سبحان الله، سبحان الله. طفله بقى لها 3 ايام، ما فيش تغيير، كنا في الشتاء، ما فيش تغيير. سبحانك يا ربي. انت فاهم؟ باخد البنت لقيت دراعها جاي على كتفي كده وهي بتتلف. ما غيرتش المنظر، خليتها البروفيل بتاعي شهر. بس لما الضغط بتاعي عيله كل ما بشوفها اضطريت ان انا اشوفها. احنا تعلقنا بالبنت دي تعليق الله يصبر امها وجدها. طبعا بنت، احنا طلعنا عيال كتير، بس البنت دي بالذات حاجه من عند ربنا اثرت فيها جامد. ان هي طالعه سليمه وكامله كانها لسه نازله في الميه. ما ساعه حافظه حافظه الميت. ما خدش التطورات. فسبحانك يا رب. احنا يوم ما طلعنا ملك دي كان يوم علينا يوم وحش قوي. احنا بنضحك واحنا بنطلع الجسامين وبنبقى مبسوطين. الام بتزغرط، الاب بيزغرط. صدقيني. ليه؟ اوريكي امنيه حياتهم اللي العيل يطلع. يعني هم وصلوا لمرحله خلاص عارفين ان هم اقتنعوا بقضاء ربنا. سبحان الله. ابو شادي اهو في اسكندريه. قاعد لحد دلوقتي، دخلنا في 17 يوم ولا 16 يوم. نفسه يلاقوا ابنه. ليه يدفنوا؟ عايز عظمه يحطها في التربه يقول ده ابني. انت فاهمه معايا؟ فالعمليه ربنا ما يكتبها على حد من اصعب ما يمكن. اللي انت تقعدي تنتظري جثمان. بس انا بطلب من اولياء الامور حاجه واحده، ابنك لو راح مش هتشوفه تاني. خليك مع واحد فاهم، ما تاخدش اي حد. واحد فاهم هيجيب لك ابنك. بدل ما تقعد طول عمرك تقول يا ندبي وتضرب كف على كف. النيل بياخد سنويا اعداد كتيره، والبحر كذلك. البحر والنيل مقبرة رباني. ليه حضرتك قلت قبل ما نبدأ الحوار انه النيل ده يعني اصعب حاجة، اصعب بكتير من البحر؟ انتشال جثامين غارقة في النيل اصعب بكتير من البحر. وبداية وانت لما بتبدأ تدرب حد بتدربه في النيل اول. في 4 غرقوا من كام يوم في شاطئ الصفا في النخيل. في اسكندرية. غرقوا في الكيلو 21، جابوا 2 في ساعتها، والاتنين التانيين طلعوا في الكيلو 31، مشوا 10 كيلو. انا في النيل لما بيهزر بيمشي 40 50 كيلو 60 كيلو. انا اي حته في النيل اعرف احدد مكان الجثمان لو مركون. لما الانسان بيبدا يتحلل جسمه بيطلع افرازات بتيجي على الزرق، بتيجي على الحجاره. احنا بنمشي على الشم. يعني كانها دليل. دليل. الريحه والمنظر. مش كل جثمان احنا ننزل عليه نقلع. ايوه. جثامين مشيت. مفيش فيها غوص. هضحك على اهل المتوفي. يقول لك ده منزل، ده شغل انا بقى. بتستغرق منك وقت قد ايه؟ وايه اصعب عمليه يعني انتشال جثث مريت بيها؟ غير ملك طبعا. ملك اكتر حاجه، هي واضح ان هي مش اصعب، بس هي اكتر حاجه اثرت فيك. كان دكتور اسمه احمد مجدي في دمياط. ده دخل في مينا دمياط. الحجاره بتاعت مينا دمياط. احنا مشينا تاني يوم شمينا الريحه. لو قلنا الجثمان في المكان ده المينا هتتكسر والدنيا هتولع، لان البلد كلها على المينا. الولا محبوب كان بيصحي اهله البلد كلها صلاه الفجر كده كده، ليه شعبيه كبيره. طلب جامعه المنصوره كلها كانت على المينا. قعدت نشدت وعملت 100 مناشده، عايزين ونش، عايزين كذا، عايزين كذا. ما حدش سال فينا. ست محافظه دمياط اللي موجوده حاليا صدقيني عاملتنا معامله من اوحش ما يمكن. المفروض ان محافظه اسكندريه، في اسكندريه كلمني حوالي 6 مرات. الراجل ده راجل محترم، محافظ كفر الشيخ، ربنا يبارك له في صحته وعافيته.